احتاجت الحكومة اللبنانية إلى 20 جلسة متتالية لإقرار يمكن وصفه بالقيصري لموازنة هذا العام، وتظهر الأرقام تخفيضاً للعجز إلى 7.59% بالمقارنة مع 11.4% العام الماضي، ما يشكل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والصناديق المالية تثبت فيها الحكومة جديتها في إصلاح المالية العامة. أما الأهم الذي ركز عليه وزير المالية فهو الالتزام برقم العجز المقدر وعدم تجاوزه، ما يحقق نسبة نمو تقارب 1.2%. نحن بالمجمل أمام تحول استثنائي كتير مهم وأساسي حصل هذه السنة في مشروع هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وعلى صعيد زيادة الواردات. مسلسل الموازنة مرشح للاستمرار هذا الصيف قبل إقرارها النهائي في البرلمان، فعلى مقربة من القصر الجمهوري عاود الضباط والعسكريون المتقاعدون تحركهم، ملوحين ومؤكدين جهوزيتهم للتصعيد في أي لحظة إذا ما تم المس بحقوقهم. يخشى هؤلاء المتقاعدون ومعهم قطاعات عمالية أخرى منضوية في القطاع العام اقتطاع الموازنة لتقديمات تفوق أحياناً كثيرة الرواتب. ورغم عدم المس بالتدبير رقم 3 الذي يعطي العسكريين مخصصات في انتظار البت به في المجلس الأعلى للدفاع، يبدي المتقاعدون حذراً شديداً من أداء السلطة السياسية. اذهبوا إلى الناهبين والسارقين ولا تذهبوا إلى جيوب الفقراء والموظفين، هذا موقفنا وهذا الموقف متصاعد. سنذهب حيث تذهب الموازنة، حيثما تكون الموازنة سنقف بالمرصاد لهم. الحرب هيدي اللي أعلنوها على الفساد، ما شفنا ولا أي نتيجة لها، ما شفنا لهدف هجمين عليه، هجموا إعلاميا. تحفظات كثيرة ستنتقل إلى البرلمان، فوزراء القوات اللبنانية اعترضوا على تغييب مكافحة التهرب الضريبي والجمركي في مقابل اعتراض حزب الله على فرض رسم 2% على البضائع المستوردة وإمكان ارتفاع الأسعار، ما يبقي رغبة الحكومة في الحصول على أموال مؤتمر سادر محفوفة بالتحدي. كلودي أبي حنا، الغد، بيروت.